السلام عليكم، نكمل الجزء الأخير من محاضرة الفراكتشر. وصلنا إلى الدكتايل تو بريتل ترانزيشن، اللي أقصد بها سلوك التحول من الدكتايل للبريتل بالمواد والمعادن والسبائك اللي تسلك هذا السلوك. طبعا هذا السلوك يعتمد على درجة الحرارة بالدرجة الأساس بالنسبة للطاقة الصدمة اللي موجودة. فدكتايل تو بريتل ترانزيشن يرتبط بدرجة الحرارة، ويعتمد انه كل ما كانت درجة الحرارة عالية كل ما يكون دكتايل، وبانخفاض درجة الحرارة راح تقل عندي الامباكت انيرجي، واللي اقصد بها انه راح يصير عندي الكسر هش. نلاحظ الشكل، شكل 9 عنده هذا البيهيفير، هذا مثل ما تلاحظون impact energy مع temperature والشير fracture العفو. هنا أنا هذا اللون أزرق أنه عندي مثلا عندي مادة، سلوك المادة عند ارتفاع درجات الحرارة راح يصير عندي السلوك مالته هو سلوك المعدن المطيلي، وبالتالي أنه الكسر يصير عندي كسر مطيلي. نشوف أنه impact energy بهذه المنطقة بارتفاع درجة الحرارة للمية للمية وعشرين، نشوف impact energy العفو 100 او اكثر. مع انخفاض درجة الحرارة راح تقل الامباكت انيرجي، وخاصة يصير عندي نقصان مفاجئ ونقصان بصورة غير طبيعية، دروب حاد، وبالتالي تتحول من منطقة الدكتايل ومن منطقة الامباكت انيرجي العالية الى منطقة البريتل. وبالتالي نشوف انه الامباكت انيرجي هبط الى تحت العشرة جول بالنسبة للإمباكت إنيرجي. بالنسبة للكيرف بي هنا أيضا عندي بارتفاع درجة الحرارة يصير عندي شير فراكتشر، وبانخفاض درجة الحرارة أيضا هنا راح تقل عندي الإمباكت إنيرجي، وقد تصل إلى صفر في درجات حرارة منخفضة جدا، قد تصل إلى سالب 20 أو سالب 40 تحت الصفر. وبالتالي هذه هي الظاهرة اللي يجب أن ندرسها حتى نعرف شنو هذا التحول من منطقة الدكتايل إلى منطقة البريتل بانخفاض درجات الحرارة. خلي كمل. هنا مثل ما تلاحظون يقول هذه هناك بعض الستركتشر من اللي تكون ان السبائك اللي تعاني من هذا السلوك اللي يقصد به الدكتايل تو بريتل بيهيفير عند انخفاض درجات الحراره. وهنا ايضا عندنا راح تستخرج هنا عندنا درجه حراره التحول او درجه حراره الانتقال من الدكتايل فراكتشر للبريتل، وراح اسميها ترانزيشن تمبرتشر حتى اتجنب هذا. ليش؟ لانه قلنا احنا اهم شيء عندنا نتجنب البريتل ماتيريالز، لانه راح يسبب لي بريتل فراكتشر، وبالتالي يصير عندي فشل سريع ما ممكن اتلافاه، وراح يصير عندي فشل تاركي ويسبب لي خسائر قد تكون ماديه او بشريه او غير ذلك. الامثله على هذا الشيء طبعا امثله كثيره، الامثله بالحرب العالميه الثانيه اللي صار عندنا غرق بالسفن ذات اللحام، يعني السفن الناقلة مثلا البضائع للأسلحة، السفن العسكرية صار بها نتيجة انخفاض درجات الحرارة في المحيط، أدى ذلك إلى انخفاض في درجات الحرارة، وبالتالي صار عندي هذا الترانزيشن بالنسبة للمواد المصنعة من هذه السفن، وبالتالي صار عندي غرق لهذه السفن، وخاصة في درجات حرارة قد كانت تحت الصفر او قد درجات حراره وصل درجات حراره منخفضه. صار عندنا انه التحول السريع في البيهيفير من الدكتايل للبريتل، وبالتالي سبب عمليه فقدان لهذه السفن وخسائر في المعدات او في الجوانب الماديه والبشريه، بالاضافه الى امثله اخرى كانت موجوده في ذلك الوقت. حتى اروح للسلوك التسعة اللي شفناه العفو في شكل 9، ايضا نقدر نمثل هذا الشيء بانواع المواد اللي تسلك مثل هيك سلوك وانواع يعني اخرى لا تسلك هذا السلوك. فنروح الى شكل رقم 10، فيجر رقم 10، نشوف الفيجر رقم 10 شمثل لنا. نجي على فيجر 10
هذا الفيجر فيجر 10 عفوا هو يمثل العلاقة بين الامباكت انرجي طاقة الصدمة وبين التمبيتشر. فنشوف النوع الأول من السباك اللون الأحمر فهذا هو اللو سترينث الاف سي سي والاتش سي بي كريستال ستراكشر ميتال. خلي اجي اخذها منها هير ان ات ماي بي نوت ذات لو سترينث. عندي هنا معادن ذو تركيب بلوري هو اف سي سي ميتال مثل ذلك هو الالمنيوم وسبائك النحاس وايضا مثلا الاتش سي بي هكساجونال كلوز باكت فاكتور فاكت العفو متلز. هذه يقول مت عاني او مت تظهر هذه الدكتايل تو بريتل ترانزيشن يعني هذه السبائك ما تتصرف مثل السبائك الاخرى انه تعاني من هذا التصرف وبالتالي انه الكيرف راح يصير ابر راح يصير بالاعلى اي انه راح تبقى هاي امباكت انرجي طاقات الصدمه راح تكون عاليه وهذه المواد راح اقول عليها هذه المواد هي تف او لها تفنس عالية مع انخفاض درجات الحرارة مثل ما تلاحظون انه بانخفاض درجات الحرارة تبقى هذه المواد تقريبا محافظة على التفنس مالتها ما عدا هبوط بشكل بسيط قياسا مع اللي تعاني من الدكتايل تو بريتول فراكتشر. راح نشوف انه الامباكت انيرجي راح تبقى عالية. هذا بالنسبة للسباك النوع الاول. اجي للسباك نوع اثنين او النوع الاخر انه عندي هاي سترينث ماتيريالز مواد عاليه المقاومه مثال على ذلك الفولاذ عالي المقاومه او مثلا سبائك التيتانيوم. هذه ايش فيها ايضا هنا ما راح تعاني من السلوك الدكتايل فراكتشر راح يصير هنا عندي الامباكت الانرجي راح تكون جدا منخفضه وبالتالي هيك نوع من السباك راح اقول عليها هي فيري بريتل اند لو امباكت انرجي فاليو ومثل ما نشوفها في اسفل المخطط. يعني هذا النوع الثاني من السبائك انه ايضا ما تتصرف هذا التصرف او هذا السلوك. هذا النوع راح اقول عليه هذه السبائك هي امباكت فراكتشر مالتها الامباكت انرجي مالتها كلش منخفضه وبالتالي راح اقول على هذه المواد هي مواد هشه وهي مواد ضعيفه التفنس مالتها يكون ضعيف وبالتالي انه هذه مواد هشه بالنسبه للكسر ويحدث فيها الكسر الهش. النوع الثالث من المواد النوع الاخير اللي تصرف التصرف او هذا السلوك انه ductile to brittle transition وهذا النوع في المخطط او في الكيرف او المنحني الوسطي في الشكل 10 راح نلاحظ انه اكو عندي سلوك موجود في مواد. هذه مواد امثله عليها مثلا low strength steel فولاذ ذو الواطئ المقاومه واللي يمتلك بنية او كريستال ستراكتشر هو البي سي سي ومثل ما نلاحظ في فيجر 10 هذا اللي يسلك هذا السلوك. اذا عندي ثلاث انواع من المواد بالنسبة بين الامباكت انرجي والتمبيتشر. النوع الاول تكون الامباكت عالي النوع الثاني يكون منخفض وما يتأثر درجة الحرارة وهذا هو اصلا راح يكون هش ويحدث فيه كسر هش والنوع الثالث اللي هو يتصرف الدكتايل تو بريتل فراكتشر اللي هو النوع لو سترينث ستيل نوع الكريستال ستراكشر مالته هو بي سي سي. هذا ما يتعلق محاضرة الفراكتشر هنا نهيناها ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من عدها. شكرا جزيلا طلاب.